الثمرة وما جاء الثمرة قبل لقد اختار الثمرة من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذا مسجد التقوى تنظر التقوى والثاني مسجد الصلاة لماذا بنوا هذا تفريقا بين المؤمنين حديث تفريقا بين المؤمنين هذا من الصلاة وقال هذا المسجد لا تقوم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لما يضرار ومن يستقوى أحقا تقم فيه ماذا كانت هذا المسجد وما نقصان هذا المسجد إلى هنا مسجد إلى هنا مسجد ولكن لا تقم فيه أبدا وأحقا تقم فيه فجمع الانتقال الذي قال الشباب وقالوا حققوا هذا المسجد فحلقوا حلقوه لما حلقوه بقي على قدم الارض فقال عليه الصلاه والسلام عن اصحابه عاد بن زيد يا عاد أن تقول هذا المكان فقال يا رب الله إني بيتي وأنا ما أحتاج إلى هذا وقال زيد بن أقرب ثاني آخر ليس له مكان ليس له بيت أعطيه أعطيه هذا الأمر فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على المسجد الذي وكان زيد بن أقرب كان يقول أنا جلست في هذا البيت والله ما غيب فيه الحمام ولا فرق فيه الدجاج وأنا لما كنت في هذا البيت ما رزقني الله أولاد أن الفساد يوجب الحسرة النسل إنسان النسل هل مغتنم ثانيا غير هذا السلسة هذه الرواية في هذه الآية ما جئت في هذا البيت ما جاءني ولد وما فرغ فيه الدجال وما غير فيه الحمام لماذا أهذا فقط أدب طريقة الشيخ يوسف رحمه الله تعالى يقول لو تصل صلاتنا وصيامنا وقيامنا راجعيتنا وجميع ما نعمل من الحسنات لو تصل فوق العرش لأن كلها مقبولة عند الله ولكن بعد هذا لم تنزل نصف الله عز وجل في إطلاق القلوب ولكن الجو كل الاجتماعية ومع هذا نحن مقصرين في العمل
لأن يتطايع على الدماء، يتطايع يعني يتطايع درجة عن الدماء، ويعلم من علمهم أن هذا البلاد بلاد النبوة. فلا بد، لا بد أن نمتزج بمزاج النبوة، استمزاج محبي محبي مزاجنا، نمتزج نغير ذرائعنا نكون تابعا لمزاج هذا الجهد. مزاج الجهد السنة بس فقط، أنا إذا ما هو المزاج، ما هو المزاج، ما هو المزاج، لا، المزاج السنة جميع الأمور، في حوائج البشرية، في العبادة، في جميع الدعوة، لأن الإحياء إحياء السنة على مقصد الجهد، إحياء السنة على مقصد الجهد، تكون حياتنا تابعة للسنة، فالله سبحانه وتعالى يجعلنا نموذجا للآخرين، هذا السنة لا تغير. هذا لا تتغير ابدا، لا تدير سنته ابدا، لا تدير سنته لا معنى هذا، لان سنته لا تثبت، فهذا من سننه عز وجل، هذا من سننه عز وجل. ويحرمنا ان ننوي بقاع قدومنا ثم نتيقن لهذا الجهد الهداية، وإلا لا نستقيم عليه بإصلاح أنفسنا. فقال سبحانه وتعالى يستقيمنا لهذا الدين، ونكون سببا لهداية الناس، فإن كان مستعدين إن شاء الله.